نقول بسم الله. ما تدري تجربة باكجينج أصبر. طبيعي بس أصبر. الزبدة على ايش؟ على الكيكة. طب اسمعني قل له الله امسكها كذا بس دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة يا رجال. لا تحوس قل له الله قل له لا اله الا الله. شف خلاص انتم لا مو عشان ماسكينها تقلل شوكلت يا حبيبي. لا خلاص انت اسمع جربها انت. ابدا في الثاني هنا سلمان. سلمان تعال. ما ابي خذ حقك. شيل البلاستيك. شيل البلاستيك. ايش تبي؟ ما تبي؟ بلاستيك عادي. غيره في اللاين. شيلها. جيب العلقة. خلاص ابي تجارب. ابي تجارب انا. بس لو سمحت حق. يلا. هاي تدي اكثر حركة قهرتني منك. ايوه. الله. اسمع لازم تعطيني رايك فيها. والله ما اقول الا الصدق. ايه. خفت هنا خفت يمكن اضايق. لا عادي خذ راحتك. بس خدت شوكليت اكثر من ها دمار صح. اقسم ايوه خشوه لا تقعد جامل اخوك ما اصبر. ايوه والله يا خالتي ما جامل. اي كفو يما شعوى. لا ها فيصل كيف؟ والله عادية ها؟ بدأ كيف فيصل صدق؟ صدق والله تعال شوي هنا فيصل كيف؟ خلص التعليق ترى بقي هذه عيال اللي بياكل يعني مين كريمي جوا كريمي حلو بس ما هي بذيك اللي سايح بعض الناس على بالها بتسوي كريمي وتصير لله الحمد ها ما بقى سان سبستيان في الرياض ما جربتها فأتوقع الموضوع صعب عليك لكن أثق فيك لذيذة كريمي بناشفة ودرجة استواء سان سبستيان خرافية أتوقع تنزلها تصير أقوى سان سبستيان في الرياض.